المتحف القبطي احتفل برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد بافتتاح معرض أثري مؤقت اسمه هدايا وحكاية. المعرض بيلقي الضوء على عادة وهي تقديم الهدايا والاحتفال بالمواليد الجدد. إيه حكاية هذا الاحتفال؟ خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذة جيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي. صباح الخير عليك يا أستاذة جيهان. نور، أهلا بيكم، كل سنة وحضراتكم بخير. كل سنة حضرتك طيبة وخير. والمصريين كلهم بألف خير. عايزين نعرف الأول المعرض عبارة عن إيه وعدد القطع المعروضة فيه؟ تمام. طبعا من المتعارف في البداية أن المتاحف لها دور حيوي وهام في المجتمع، فهي ليست مكان لعرض المقتنيات الأثرية فقط، بل لها دور اجتماعي وتربوي. فهي مؤسسة تعليمية تثقيفية لتربية الجيل والنشأ. المتحف القبطي من خلال أنشطته المتعددة بيكون بربط المجتمع بهذا الدور. فنظم المتحف القبطي معرض مؤقت بعنوان هدايا وحكاية بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة. يضم المعرض 12 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف القبطي، بيستمر العرض لمدة شهر كامل. من أهم المقتنيات اللي تعرضت في المعرض مخطوطات المخطوط باللغة العربية مصور بالألوان، فهو بيمثل الحدث حدث الميلاد وزيارة المجوس للطفل في المزود، وصليب من البرونز عليه مشاهد من حياة السيد المسيح زي بشارة الملاك للعذراء اللي بيبشرها بمجيء الطفل، وفي كمان دلاية من الذهب ممثل عليها برضو بشارة الملاك للعذراء. كذلك في أيقونة تصور القديس نيكولاوس المعروف بسانتا كلوز على اعتبار أنه هو كان القديس المشهور بالعطايا والهدايا. كذلك يوجد أيقونة تمثل السيد المسيح يرتدي رداء الكهنوت. دي بعض من مقتنيات المعرض. فكرة المعرض هي تقديم الهدايا والاحتفال بالمواليد الجدد. فمن المتعارف عليه أن أي طفل بيتولد بنقدم ليه هدايا كرمز للفرح والبهجة بميلاد الطفل الجديد ده. ده اللي فعلا قام بيه المجوس لما جم وقدموا الهداياهم للطفل المولود. كانت الهدايا كل هدية ليها رمزية معينة. الذهب بيرمز للملك، اللبان بيرمز للكهنوت على أنه هو كاهن، المر للآلام والصعاب اللي هيواجهها هذا الطفل لما بيكبر. كذلك كان قمنا على هامش المعرض بالعديد من الفعاليات، فعملنا محاضرة بعنوان البخور حكمة القدماء. كنت عايز اتكلم فيها مع حضرتك، يعني على هامش المعرض في مجموعة من الفعاليات منهم محاضرة البخور وحكمة القدماء. فعاليات اخرى على هامش المعرض، محاضرة علمية، وده من الدور اللي بيقوم بيه المتحف باستمرار، يعني مع كل معرض بنعمل فعاليات إلى جانب المناسبات والأعياد الخاصة، بنقوم برضو بعدد من المحاضرات والندوات. فعلى هامش المعرض نظمنا محاضرة بعنوان البخور حكمة القدماء، تقييم كفاءة البخور كمقاوم ومعالج لميكروبات الهواء. وعملنا أيضا ورشة فنية لعمل غطاء للرأس على شكل بابا نويل، وبنستدعي بندعو الطلاب من الوسائل التعليمية ومن الإدارات المختلفة من المنطقة المحيطة بالمتحف. كذلك اصطحبنا عديد من العرايس لإضفاء روح البهجة والمرح على الأطفال وبابا نويل، وتوزيع هدايا تذكارية عبارة عن ميدالية عليها شكل بابا نويل. يعني المتحف موجود كمان في موقع متميز جدا وهو مجمع الأديان. طبعا طبعا من أهمية المتحف القبطي وقوعه في منطقة مجمع الأديان اللي بتحتضن في ثناياها الأديان السماوية الثلاثة، جامع عمرو بن العاص، الكنيسة المعلقة أشهر الكنائس في مصر القديمة وكانت بطريركية للأقباط الأرثوذكس في ذلك الوقت قبل نقلها إلى الإسكندرية، كذلك معبد بن عزرا اليهودي. عظيم. احنا اتكلمنا عن مجموعة من المعروضات اللي تم اختيارها من المتحف عشان تكون موجودة في هذا المعرض. تمام. المتحف تمام. بقى بشكل عام موجود فيه ايه؟ نعم، المتحف يا فندم بشكل عام ايه ابرز المعروضات اللي فيه؟ ابرز المعروضات في المتحف عندنا كتاب المزامير، وهو اقدم واشهر كتاب عثر عليه على نسخته كاملة، بيرجع للقرن الثالث الرابع الميلادي. عندنا كمان حنية، نوع من الفريسكات بنسميها حنية باويط،
فهي شهرتها ان هي الوانها ثابته وباقيه الى هذه اللحظه. عندنا كمان مجموعه من المخطوطات النادره بيحتضنها المتحف القبطي في ثناياه. كذلك عندنا المعادن الشوريا والمبخره وادوات المذبح. عندنا كمان انواع من الاخشاب منها باب قديسه برباره اللي عثر عليه في كنيسه السيده برباره المجاوره للمتحف القبطي، ويوجد العديد من المقتنيات الاثريه الشهيره والنادره اللي بترجع من القرن الثالث الى القرن ال 18 19 الميلادي. يعني كلنا يمكن استمتعنا زمان برحلة المدرسة المشهورة لمجمع الأديان، وأكيد يعني كلنا زورنا فيها الكنيسة المعلقة، وأكيد احنا حابين نشوف مرة تانية هذه طبعا المتعلقات الجديدة. وكل سنة وحضرتك طيبة، وحابين كمان يعني شفنا من شوية كمان قصة رداء سانتا كلوز اللي بيتم عرضه في المعرض. شكرا ليك. تمام. ما هو من ضمن برضو المعروضات المعرض أيقونة القديس نيكولاوس الشهير بسانتا كلوز او بابا نويل في وقتنا الحالي. شكرا ليكي جيهان عاطف، استاذه جيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي، وكل سنه وحضرتك وكل المصريين بالف خير. كل سنه طبعا وحضرتك طيبه، واقباط مصر واقباط العالم كله والمصريين كلهم بالف خير، وربنا يجعل دايما ايامنا كلها افراح واعياد.